مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. كل توفيق لنادي الأهلي بكرة إن شاء الله في مباراته أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي يفوز ويتوج باللقب الـ11. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات حضراتكم طلبتوها مني من خلال الصفحة الشخصية، وأنا حبيت أحققها في أول أسبوع بما أن موسم المشمش ظهر، وعارفة أن حضراتكم أكيد كتير مننا بيحب يخزن علشان رمضان القادم إن شاء الله، يعني ربنا يبلغنا رمضان اللي جاي بإذن الله. هنعمل من النهاردة العصير المركز، وهنعمل المربى، وهنعمل لفائف قمر الدين، هنعمل الكومبوت عشان عارفه ان في ناس كتير قوي بتحب تشتغل بيه في الفاكهه في الصيف، هو من الحاجات المحببه قوي، فهننوع برضو في انواع الفاكهه بس شويه شويه انا مع حضراتكم باذن الله. هنقول اول وصفه معانا هي قمر الدين المركز. تعالوا نقول بسم الله ونبدا المقادير. لو هعمل على نص كيلو من المشمش، عندي 200 ملي من الميه يعني كوبايه ميه، عندي عصير ليمونه، عندي 200 جرام من السكر يعني برضو حوالي تقريبا كوبايه، معلقتين كبار من العسل الجلوكوز، هحط للمادة الحافظة ذرة يعني نص جرام من ملح الليمون، حاجة كده طرف المعلقة لا تذكر. أنا عارفة أن أنا حط عصير ليمون، لكن بالذات الحاجات اللي بتقعد فترات طويلة عندنا في التلاجة أو نحتفظ بيها فترة في غضون السنة يعني لازم تبقى فيها رشة ملح الليمون دي، طبعا أفضل بكتير من أن احنا يبقى فيه مواد أخرى بتتحط في الحاجات التانية كمواد حافظة في الشركات، أفضل بكتير أن احنا نستخدم الحاجة الطبيعية. خلينا نقول بسم الله وهنبدأ أول وصفة مع بعض. أولا هو في أول خطوة خطوته بسيطة وجميلة جدا، طبعا احنا هننقي المشمش اللي يكون مشمش يعني كويس، المربى بس هي اللي ممكن شويه لو لقيتوا المشمش عند حضراتكم في طراوه شويه هي اللي هتبقى الوصفه دي جميله. المشمش هنا برضو في وصفه العصير المركز مش شرط يكون يعني جامد قوي، ممكن يبقى فيه منه حاجه على حاجه، في الاخر انا ههرسه برضو، لكن عايزاه يبقى برضو كويس. طبعا بغسل المشمش كويس قوي، خليني برضو انبه على حضراتكم عشان في اطفال تعبت من المشمش من خلال ايام وتعبوا جدا بجد، لازم نغسل المشمش كويس جدا. احنا ما بقيناش الفتره دي يعني ايه زي زمان الدنيا كانت بخيرها شويه، دلوقتي بقى اصبح الناس اللي عايزه للاسف في مكاسب من ورا الموضوع بقت في سرعه كده فبيحطوا حاجات تسرع، فالمبيدات دي خطيره جدا، فاحنا لازم نغسله كويس. اول المشمش مقفول بنقيه كويس، لازم الاول يتغسل، انا بحط شويه ملح وبعدين بغسله كويس واحده واحده باليد، وبعدين اصفي الميه، وبعدين ابدا احط معلقه خل واحده واملى ميه تاني واعقمها كويس جدا. مهم جدا 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 الفاكهه في الفتره دي، خلوا بالكم جدا جدا. طيب انا جبت المشمش هوزن النص كيلو من بعد ما شلت النوى، يعني مش قبل يعني مش وهو كامل، لا وهو بعد ما اتفصص. هاخد كده الميه كوبايه الميه، طبعا هو مفيد، خلينا نتكلم ان المشمش ده مليان مضادات اكسده وفيه غني جدا بفيتامين الف وه ودول مهمين، وفيتامين ج برضو، يعني دول الناس اللي يعني بشرتها بتحب قوي ان بشرتها تبقى كده ورديه هيتبسطوا قوي بالوصفه دي. طيب عايزه اقول لكم هو يعني من الحاجات اللي بتحارب علامات الشيخوخه والتجاعيد بجد، مش حلو جدا جدا، مفيد جدا، واحلى حاجه ان احنا ناكل نشرب قمر الدين فريش او نعمل اللفائف وهي من مشمش حقيقي. واوعد حضراتكم ان شاء الله حلقه ثانيه نعمل مع بعض المشمشيه المجففه، هقول لكم طريقه ليها في البيت بس هتبقى على الشمس. ماشي يا نودي انت بتعكسيني حبيبتي. هنعملها لكم بطريقه لطيفه على الشمس، وعايزه اقول ان الناس اللي عايزه تعمل القراصيه، عشان حضراتكم سالتوني، القراصيه بتبقى من البرقوق بس مش البرقوق بتاعنا احنا اللي هنا في مصر، اللي هو اللي هي تلاقوها عامله زي التفاحه الصغيره ومليانه ميه. البرقوق اللي بيتعمل بيه القراصي بيبقى برقوق لونه اسود، هو ممكن يتباع في بعض الهايبرز الكبيره بيبقى على شكل انه مستورد، تمام، وبتبقى طويله شويه كده عامله زي البلحه الطويله، وبتبقى بذرتها صغيره واللحم كتير ما فيهاش ميه كتير، عشان انتوا لو عملتوا من البرقوق بتاعنا مش هتصفي معاكم حاجه، هتلاقوها يعني جلد ومش هتبقى حلوه. هتضايقكم. بصوا بقى انا باخد المشمش ده اول حاجه في العصير المكثف اللي هو المركز بتاع القمر الدين، هاخدها تغلي بس على النار واسخن كده شويه
عايزاها تغلي كويس قوي، اللي هو ايه المشمش ده يبدا يطرى معايا زي ما بيقولوا يعني. اول ما يبدا كده يطرى معايا هروح ايه، بصوا ده دي انا عملت المرحله دي بس انا هضيفها عليها بس اول ما يغلي عشان استفيد منهم برضه. بصوا اول ما غلي بقى كده هضربه في الخلاط على طول، ده مش محتاجه اصفيه. دي مرحله في ناس بتحب لما تكون هو فيه لسه الطراوه شويه بتروح مصفياه، يعني نضربه في الخلاط ونصفيه من مصفى عشان ما يبقاش فيه شوائب، مفيش مشكله. او القشر بتاع المشمش يعني اللي يعجب حضراتكم. انا هحط شويه دول كده في الخلاط وهستعد لشويه تانيين يجوا عليهم، مفيش مشكله خالص. بسم الله كده انا ما عملتش اي حاجه، لسه اول مرحله خلاص. بغلي كده المشمش غلوتين كده مع الميه، وبعدين ايه يغلي كويس ويبدا المشمش ده يطرى كده سنه، وبعدين هاخده على الايه الخلاط او بالهاند بلندر لو موجود عند حضراتكم تخلوه بيوريه خالص، وبعدين نبدا نصفيه ونرجعه تاني نبدا بقى نضيف له اللي احنا عايزينه. طيب احنا معانا اول تليفون، معانا ام اسلام. يا صباح الهنا، اهلا اهلا. الو، اهلا حبيبه قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه. يا حبيبه قلبي والله ما تشوفيش وحش ابدا. ربنا يخليكي، عايزه اقول لك القلوب عند بعضيها. ايوه النهارده كنت هطلبه منك والله عظيم. يا سبحان الله، والله الحمد لله الحمد لله. يعني انا كنت الصبح في شقه اسلام وانا راجعه جبته. ايوه قلت اطلبه منك النهارده عشان عايزه اعمله. يا حبيبه قلبي هو ده وقته فعلا بصراحه. هو ده يعني وقت، هو دلوقتي كتير بس بيبقى وقته قليل. صحيح ما بيقعدش كتير، ما بيقعدش كتير. تسلم ايديكي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر والله العظيم. حبيبه قلبي والله وحشاني، وحشاني مش قادره اقول لك قد ايه. يا روح قلبي تسلمي. طب قولي لو ليكي اي طلب تاني. هو بصي المشمشيه لو هتعمليها المشمشيه المجففه. ايوه وطبعا العصير اللي انت بتعمليه بقى اللي هو قمر الدين. انا لسه بعمله اهو، لسه هنبدا لما فيه. لما بنجيبه اللي هو اللفف ما بيبقاش حلو قوي. تمام. والمربى. حاضر، يعني المربى هعملها حالا اهو دلوقتي. بس لو من عندي ولا عندي. لو مش هتعملي المشمشيه تقول لنا بقى على طريقتك. لا هقول لك، بس انا مش هعملها من المشمش الصغير ده. هو عايز مشمش كبير. يعني عشان كده انا ما عملتهاش في الحلقه دي. هعملها لكم المشمش الكبير وجامد شويه. ايوه عشان تبقى ملحمه، عشان يبقى أيوة. فيه بقى فيها لحم. تمام. حبيبه قلبي قبل كده قالت لي عليها. حبيبتي عظيمه. أيوة. حبيبي طول عمري ربنا يخليكي. والله طريقتها جميله قوي، بس برضو عايزه طبعا كلنا نشوفها من ايدك تاني. من عندي والعندي حبيبه قلبي. لما عينيكي يا روح قلبي تسلمي. تؤمري يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا ام اسلام، ربنا يخليك لك يا حبيبي. امين احنا وانتوا يا رب. وميرسي على مكالمتك واتصالك، وطبعا اي حاجه حضراتكم تطلبوها من عينيا كل الطلبات اللي طلبت مني الاسبوع اللي فات انا مش ناسياها. شفتك يا زينه، شفتك انت جميلة، أنا شفتك على التطبيقات بتاعتك وعملت مفاجأة النهاردة في الحلقة. عايزة أقولك